رجاءً أخوة عندنا أكثر من 2000 يشهد الله ألا أكثر من 2000 رسالة على الواتساب على تلفون سيرجي. يعني أرجو منكم الذي مهتم أن يعيد إرسال الرسالة إلى سيرجي ويكتب في بدايتها كلمة بيلاروسيا جروب أو مجموعة بيلاروسيا، يعني يعني عمل فيزا يعني لمجموعة أشخاص وليس شخص واحد، فقط أول عبارة يعني بدون سلام عليكم بدون كذا، تكتب بيلاروسيا جروب بالإنجليزية أو حتى لو بالعربي ماكو مشكلة. تمام، الآن تابعوا الحلقة. السلام عليكم، معكم خالد العامري من قناة وشركة صناعة في روسيا 24. هذه حلقة جديدة اليوم السبت، احتمال الحلقة سوف تذاع إن شاء الله لحد يعني بكرة. أهم ما في هذه الحلقة هو موضوع الفيزا، الحصول على الفيزا إلى بيلاروسيا. أتمنى منكم الاشتراك، تفعيل الجرس ومتابعة الحلقة إلى النهاية. إذن الموضوع الساعة هو الفيزا، الحصول على فيزا أو التأشيرة إلى بيلاروسيا. هناك أكثر من خبر في هذه الحلقة، أتمنى منكم المتابعة. أهم شيء في الموضوع نحن لا تزال شركتنا صنع في روسيا 24 تقوم بعمل الدعوات السياحية إلى بيلاروسيا، لكننا وهذا مهم جدا يا أخوان الآن نقوم بعمل فقط دعوات سياحية للمجموعات وليس للأفراد لأسباب عدة، أهمها صعوبة الحصول على الحجز الفندقي، ويعني للأشخاص يفضل أن يكون مجموعات والتقديم على شكل مجموعة أيضا في القنصلية البيلاروسية. بالنسبة للأخوة السوريين نقوم حاليا فقط بعمل مجموعات لكم من 10 أشخاص فما فوق. الأخوان الذين يتواصلون معنا يفضل أن يكتبوا أن يقول نحن مجموعة، إذا كنت شخصيا للأسف لا نستطيع مساعدتكم الآن. الموضوع أصبح صعب جدا صراحة وليس كما في السابق. هذه ملاحظة مهمة جدا، أرجو أنه عند الكتابة لنا عند كتابة لسيرجي أن تكتبوا أنكم مجموعة من مجموعة أشخاص ترغبون بالحصول على الدعوة، الحجز الفندقي، التأمين الصحي والعقد إلى بيلاروسيا. إلى التفاصيل، وقبل أن نذكر التفاصيل أتمنى منكم الاشتراك، تفعيل الجرس وتواصل معنا، رغم أني يعني هذه الفترة لا أستطيع الرد على التعليقات لضيق الوقت صدقا. نحن الآن بالطريق من المطار. بخصوص التأشيرات إلى بيلاروسيا، بالنسبة للأخوة اليمنيين الآن طبعا تاريخ تسجيل الحلقة هذا يوم 16 أكتوبر 10 تشرين الأول 2021، من تاريخ يعني قبل أسبوع تقريبا، أقل من أسبوع صار الأمر الرسمي أنه بالنسبة إلى اليمنيين ممنوع السفر الآن بالدعوة. سابقا كان اليمني يسافر بالدعوة التي عليها ختم المطار، وفي المطار مطار مينسك يعني يحصل على الفيزا من مطار مينسك ويدخل. الآن أصبح لزاما على اليمني حالة كحال السوري والعراقي وغيرهم من الدول، عليه أن يحصل على الفيزا استيكر من القنصلية البيلاروسية في محل إقامته. يعني إذا كان مقيم في القاهرة يحصل عليها من القنصلية البيلاروسية في القاهرة، في أبوظبي مثلا للساكن بالخليج، والذي ساكن في تركيا من إسطنبول أو أنقرة، هذا أصبح لزاما، لا توجد استثناءات للأسف. نحن لازلنا نقوم بعمل دعوات، يعني بإمكانكم التواصل معنا، نفس الكليشة نفس الموضوع، دعوة مع حجز فندقي مدفوع مع تأمين صحي مع عقد مع أبليكيشن اللي هو استمارة الفيزا، نقوم بعملها وإرسالها لكم، أنتم تذهبون بها إلى القنصلية البيلاروسية في محل إقامتك وتحصل على الفيزا يعني خلال تقريبا فترة أسبوع وتسافر. هذه يعني هذا مهم، الموضوع مهم. كما تعلمون أو لا تعلمون هناك بعض الدول الأخرى أصبح عليهم أيضا الحصول على الفيزا استيكر، مثل المصري، ذكروا المصري والإيراني طبعا بالإضافة أكيد إلى السوري العراقي والآن اليمني وجنسيات أخرى. بالنسبة للعراقي سمعنا، أنا سمعت الله أعلم أنه يعني لا يزالون البعض يسافرون بالدعوة التي عليها ختم المطار ويحصلون على الفيزا في مطار مينسك.
هذا كلام فقط يعني ما متأكد من عنده، لكنه كما ذكروا قانونا أنه العراقي يجب أن يحصل على الفيزا، استكر على الجواز بعد الحصول على الدعوة، يحصل على الفيزا من القنصلية البيلاروسية في أنقرة حصرا في أنقرة، باعتبار لا توجد قنصلية بيلاروسية في العراق في بغداد. وكما قلت في المقدمة أنه الآن يعني للأسف لا نستطيع يعني استقبال طلباتكم، يعني خاصة الأخوة السوريين، يعني إذا كان شخصين ثلاثة لاستحالة ذلك حاليا، نعمل فقط فيزا أو عفوا دعوات من المجاميع، يعني لعشر أشخاص فما أكثر وأكثر يعني. لذلك الذي يتواصل معنا يقول أنا أريد دعوة، أنا وعندي صديقي، أنا وزوجتي، أنا وكذا، لا نستطيع صدقا، لأنه صعب حاليا في الوقت الحالي، وهي يعني صراحة الوقت جدا صار صعب، أنه مثلا يكون نقوم بالذهاب من مكان إلى مكان لعمل يعني التأمين الصحي، لعمل حجز فندقي مدفوع، ونذهب إلى الفندق وندفعه ونرجع وكذا من أجل شخص واحد صدقا. لذلك نقوم الآن بعمل دعوة جماعية لعشر أشخاص فما فوق، للأخوة السوريين وأكيد اليمنيين يعني. لذلك بإمكانكم التواصل معي أنا شخصيا طبعا عن طريق القناة، أو يفضل عن طريق الواتساب أسرع طريقة لأتواصل معنا عن طريق سيرجي. ويرجى كتابة أنه لديكم يعني بين قوسين أنه لديك يعني مجموعة يعني جروب، تذكر كلمة جروب أو مجموعة من عشر أشخاص، يعني تقريبا عشر أشخاص فأكثر، وسوف نستقبل طلباتكم، نقوم بعمل لكم الدعوات، حجز الفندقي، التأمين الصحي، العقد طبعا، وحتى الابليكيشن نقوم نحن بملئ أهلكم إن كنتم عبارة عن مجموعة، ونرسل لكم. هذا الأمر يستغرق حوالي ثلاث أيام تكون كل الأمور جاهزة. بالنسبة للسوريين لا يحتاج الأصلي، ما عدا إسطنبول كما ذكرت هذا سابقا، يحتاج إرسال الأصلي عن طريق الـDHL، وهذا يأخذ وقت، فيجب الانتباه لهذا الموضوع جيدا. لا أريد أن أطيل بهذه الحلقة، أتمنى منكم التواصل معنا دائما، وأتمنى منكم يعني وضع لايك إن عجبتكم الحلقة، وأتمنى أنه تكون أسئلتكم محددة. تأتينا كثير من الأسئلة صراحة، يعني تسألون عن أمور لا نعرفها صدقا، يعني خارج عن نطاق عملنا. وأتمنى ما يزعل الإنسان إذا من أقول له أنا والله ما أعرف، يقول لي أنت كيف ما تعرف، أقول أنا ما أعرف كل شيء يعني، بس الله سبحانه وتعالى يعرف كل شيء. لذلك هذه نقطة مهمة. بالنهاية كان معكم خالد العامري من شركة وقناة صنع في روسيا 24. دمتم